ابريل 2022. تحية لكم انتم الناس اللي قاعد تسمع فينا، الناس اللي تتبعنا في مشروع دعم كما تعودتوا معنا، ثلاث الخميس السبت ولا حد. البرنامج فيه دروس، فيه التمارين المخصصة للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، كيف العادة كما تعودتوا معنا سويعة من زمان من توا حتى للأربعة متاع العشية. مشروع دعم على راديو ميل. كيف العادة يحضروا بحذانا المعلمة والمربية أميرة باللح. مرحبا أميرة، شحوالك؟ صافا؟ في نشاط؟ يزمنا نكونوا في نشاط. هاي بي موكش وحدك كيف العادة مع كريم الغربي. مرحبا ريم، شحوالك؟ صافا؟ صحة لباس؟ الحمد لله. في حيوية؟ إن شاء الله مادامنا ماشيين للعيد لباس. هاي بي تخبيا، وانتي ذكرت لنا العيد، دونك حصة إن شاء الله باش تكون مخصصة للعيد، برشا أسئلة، برشا تفاعل مع الأطفال والتلامذة اللي بحذانا، وذي حاجة تفرح برشا اللي فما تفاعل كبير. اللي خلينا من الأول نسلموا على كل المدارس اللي تبعنا، كل الإطارات التربوية، الأولياء، التلامذة. أميرة، قد من الأطفال متاع اليوم صغيرات؟ اليوم أسعد كثيرا باستقبال شهد الغضبان. مرحبا بك شهد. السلام عليكم. أسعد كثيرا باستقبال محمد رسلان. عسلامة. عسلامة. أسعد كثيرا أيضا باستقبال دينا. سلام. مرحبا بكم. شو أحوالك دينا؟ لاباس. صافا؟ رسلان، شو الأمور؟ لاباس؟ لاباس. لاباس. وأنت شهد؟ الحمد لله. الحمد لله. دونك إن شاء الله الصغيرات اللي باش يكونوا معنا في حصة اليوم، سينو خلينا نعملوا ريكاب للمرة اللي فاتت شنو حكينا. نعود نرحب بجميع المستمعين الكرام، الأولياء والتلاميذ. نرجو دائما أن تكون حصتنا مفيدة، أن نكون نحن دائما خفاف الظل، نقدم لكم الممتع والمفيد في الآن نفسه. في الحقيقة في الحصص الأولى كنا نخطو خطواتنا بحماس، نسعى إلى أن نتفرد، نسعى إلى إيجاد طرق بيداغوجية سمعية تنمي مهارات المستمع وكفاياته. نحن الآن تقريبا في منتصف الطريق، أوشكنا أن ننهي الشهر الأول، نحس أننا أكثر ثباتا، أكثر تجربة، أكثر حيوية. أيضا نرجو أن يكون برنامجنا قد أنار السبل أمام تجارب أخرى قادمة إن شاء الله، تجارب إعلامية تربوية إذاعية، إن شاء الله نكون عند حسن الظن إن شاء الله. إن شاء الله. هاي يا ريم. إذن مرحبا بأطفالنا ومرحبا بأصدقائنا المتابعين الكل. باش نعقب على كلام سيدتي أميرة، إذن إن شاء الله توا بعد مرور شهر تقريبا من انطلاق بث الحصص الإذاعية متاعنا، يكون مشروعنا القاصد كبير لدى أطفالنا وأوليائهم، وخاصة يكون بعث بوادر التغيير نحو الأفضل في مدارسنا الريفية، وأسس المصالحة الفعلية بين التلميذ والدراسة، واللي هي الهدف الأسمى لمشروعنا. وهذا في الحقيقة قاعدين نلمسوا فيه من خلال تعليقات الأولياء، تعبير عن رغبتهم شديدة في تشريك أطفالهم، وكذلك من خلال تصريحات السادة المديرين والمربين. وكل عادة إن شاء الله باش نمروا الفقرات إن شاء الله. إن شاء الله كل عادة الفقرات متاعنا اللي تعودتوا بها، دونك لغتي، لعبة المرادفات، قواعد اللغة، الإنتاج الكتابي اليوم يرجع، وكيف العادة الباحث الصغير، وضعية لعبة التحدي، وكذوما مختلف الفقرات القارة اللي إن شاء الله يكونوا معنا. نوصل لكم زادة المعلومة، سينو أحلى التامة بتاعنا بش يكون على عيد الفطر. عيد الفطر المبارك إن شاء الله يا ربي يكون عيد مبارك على الجميع. خلنا نبدأ بالموسيقى بعدها نرجع في أولى الفقرات متاعنا.